اتفضل انت. العقد الباشا يتأخر علينا كده. أنا بعتذر عن التأخير ده. عموما الباشا خد خبر إنكم موجودين. وهيبقى موجود على طول. هو سعادة الباشا مش موجود في القصر ولا إيه؟ الباشا موجود. بس وراه شوية حاجات هيخلصها، وأول ما يخلصها هيجي يجتمع بحضرتك. براحته. على أجل من راحته. عن إذنك. اتفضل. الآن من زيارة الباشا دي خايف لأن يكون حد يوصل له كلام الصحيح عنه. اللي على راسه بضحك وأمي إيه؟ ها؟ قوم يحس عليها. وفر كلامك اللي زي السم ده، أنا مش ناقصك أنت راخر. يا جماعة، إحنا هنتخانق هنا ولا إيه؟ ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي. وبعدين أنت قلقان من إيه يا رشوان؟ أنت موقفك مش سليم أو عملت حاجة غلط؟ لا، سليم، سليم. خلاص؟ يبقى مفيش داعي للقلق ده. معلش يا جماعة اتأخرت عليكم شوية. أصلي كان معايا ضيف مهم هو اللي أخرني. براحتك يا باشا ولا يهمك. انتوا واقفين ليه؟ اقعد اقعد اقعد. ها يا عنت رجالتك استلموا البضاعة؟ وشوناها في المخازن يا باشا. تمام، وانت عزام بلغت الموزعين؟ بلغتهم يا باشا، وكل واحد هيستلم حصته من بكرة ويورد الفلوس. هايل عزام، هايل. وانت يا رشوان اخبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا، تحت امر سعادتك. طبعا كلكم عارفين اللي حصل امبارح الليل، وازاي ان شويه بلطجيه هجموا على عربيه الولاد اللي كانت جايبه لنا البضاعه. دول كانوا عايزين يقتلوهم، كانوا عايزين ياخدوا البضاعه بتاعتنا كمان. انت ايه رايك في الحكايه دي يا رشوان؟ زي ما سعادتك قلت بالظبط، شويه بلطجيه هجموا على الولدين وكانوا عاوزين يقتلوهم. وكانوا عايزين يسرقوا البضاعه بتاعتنا يا رشوان، كانوا عايزين يسرقوا البضاعه. بس يا ترى العيال البلطجيه دول عرفوا منين ان البضاعه مع الولاد دول؟ دي بقى بصراحه الله اعلم. انا صحيح يا رشوان، انت تعرف اسمه ايه ده؟ مين اسمه ايه ده؟ ابضايا. ابضايا اللي شغال مع المعلمه اسمها ايه دي بتاعت الخرده. ابضايا انا شفته كذا مره مع المعلمه لما جت تزورني في المكتب. ويا ترى تعرف كمان ان ابضايا ده كان على راس البلطجيه اللي هجموا على الولاد؟ ودي بس اعرفها منين بس يا باشا؟ على فكره انا ماليش اي علاقه بالجدع اللي اسمه ابضايا ده. واحب اكد لسعادتك انا ماليش اي علاقه باللي حصل ليله امبارح. معقوله يا باشا؟ معقوله ابيعكم وابيع نفسي ونعرض نفسنا للخطر؟ معقوله يا باشا اضركم واضر نفسي وابيع ضميري؟ ازاي يا باشا؟ ده احنا عشره عمر يا باشا. مفهوم مفهوم يا رشوان، ما هو ده اللي انا قلته لنفسي والله. ايوه قلت معقوله رشوان يكون اتجنن وفي لحظه غضب يبيعنا كلنا كده؟ معقوله؟ بس انا مش عارف، مخنوق شويه، الجو هنا بقينه حر، الجو بره في الجنينه يجنن. جميل، ايه رايكم نخرج كلنا كده نشم شويه هواء، واهو المره نتعرف على الضيف المهم اللي معايا ونكمل كلامنا معاه. ها ماشي يا رجاله؟ يلا اتفضل اتفضل. حنفي. ايوه حنفي، الراجل بتاعك يا رشوان بيه. حنفي
انا عايزك تطرب مع حنفي، عايزك تحكي لي حكايه ابضايا ده بالتفصيل الممل وعلى اقل من مهلك عشان الكل يسمع ويعرف. ياه، ده لولا دماغك الصح ده يا متر كان زماننا رحنا قبر كان. شلت لك الاحتياط واجب ولازم نعمل حسابنا على كل حاجه. ده اللي انت توقعته حصل بالظبط، بس اللي هموت واعرفه مين اللي ورع بضايا. رشوان هو اللي وزده لوحده ولا كان مرتب الحكايه دي مع عنتر وعزام وسعد دي؟ والله هو في احتمالين. الاحتمال الاول يكون في اتفاق بينهم ان عنتر ينيمك ويكسب ثقتك لحد ما ياخدوا البضاعه ويخلص منك انت وزين. والاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني يكون رشوان اتجنن لما هزيته مركزه فعمل العمليه دي عشان ينتقم منكم ويثبت مركزه تاني. وانت شايف ايه يا ابو صلاح؟ لو مرتبينها مع بعض يبقى هيحاولوا يخلصوا منك انت وزين، خصوصا بعد ما رجعتوا البضاعه. ولو مش مرتبينها مع بعض يبقى لازم يخلصوا من رشوان، لانه اتصرف بغباوه وعرض الناس دي كلها للخطر، والناس الكبيره دي ما تعرفش يا مرحمين. وبيني وبينك انا ميال للاحتمال الثاني، لان الناس الكبيره دي مش بتلعب، ناس بتخطط وبتدبر، مش ممكن يعملوا تصرف غبي زي اللي حصل بتاع امبارح بالليل ده. طب ودي هنتاكد منها ازاي؟ احنا نستنى ونشوف. لما اتصلوش بيك اتصل انت بعنتر واطلب مقابلته هو وعدلي وعزام، شوف وحاول تعرف مين الناس اللي وراه. طب ودي مش هتبقى فيها خطوره علينا؟ ده الضمانه الوحيده ليكم ان كل الكروت دلوقتي تبقى على الترابيزه واللعب يبقى على المكشوف، بس بشرط فهموهم ان انتوا مش لوحدكم وان وراكم ناس كبيره قوي، بدليل ان اللي سلم البضاعه لا انت ولا زين. صح؟ صح. وتهددوهم بقى ان لو جرالكم حاجه الناس دي هتقلب الدنيا وتجيب عليها قضيه. طب وانت شايف بقى ان الحكايه كده ممكن تتلم ونخرج منها على خير، ولا هتتطربق فوق دماغنا ونروح في 60 داهيه؟ والله انا متفائل بطبعي، بعدين ما عندناش خيار تاني، ده طريق ولازم نكمله لاخره. والله انا خايف لكون دخلنا في حاره سده وصلاح. ما تخافش، ما تخافش خالص، طول ما انت مع صلاح بحر اطمن. بعد كده رشوان بيأمرنا تخلص على قبضاي ورجالته، بعد قبضاي ما يخلص على حاربي وزين، وناخد البضاعه ونوديها مخزنه. كذاب كذاب يا باشا، ما تصدقوش. لا لا، هو ده اللي حصل يا باشا، ما تصدقوش. ده بيخرف. حنفي اتجنن، مجنون مجنون. انا مش عارف بيقول ليه كده. اكيد حد زقه عليا. ايوه ايوه، انا ليه اعداء كتير وخصومات، ممكن حد يوز عليا مش انا. ما تصدقوش يا باشا. لا، ايه رايكم في اللي انتوا سمعتوه ده يا رجاله؟ والله يا باشا انا حاسس من الاول ان رشوان ده سبب كل المصايب. وانت عزام، كل حاجه بقت واضحه دلوقتي يا باشا، وطبعا ما فيش راي بعد راي سعادتك. شفت يا رشوان، شفت اصحابك بيقولوا ايه؟ انت كنت عايز تقلبها مجزره يا راجل، مجزرة. كنت عايز تقتل حربي وزين بقبضايا ورجالته، وبعد كده تاخد البضاعة كلها لحسابك. ده ايه الفيلم الهندي الخايب ده؟ لو كنت فاكر ان انت تقدر تعمل كده بكل بساطة وسهولة ومن ورا ظهري ومن غير ما حد يحس، ده انت بغبائك يا راجل كنت هتقلب الدنيا كلها علينا وتفتح في وشنا ابواب جهنم. لولا الولدين حرب وزين طلعوا في منتهى الزكاوة، لان البضاعة ما كانتش موجودة. لولا كده كنا رحنا كلنا بسببك في 60,000 داهية. سامحني يا باشا، سامحني، غلطة، اديني فرصة، فرصة اخيرة اصلح غلطتي. ده انا ياما خدمتك، أنا خدامك يا باشا، خدامك. مظبوط، عندك حق، أنت خدامي. بس بعد اللي عملته ده يا رشوان، معلش أنا مضطر أنهي خدمتك
واحنا متفقين على كده من الاول. اللي يخون او يلعب بديله من ورايا هيكون حسابه معايا انا شخصيا، مش كده ولا ايه يا عدلي؟ تمام يا باشا، وده كان الاتفاق والعقد شريعة المتعاقدين. سمعت يا رشوة؟ سمعت؟ انت اللي جبته لنفسك مهاب. لا ارحمني يا باشا، انا غبي. ارحمني يا باشا، ابوس رجلك. ارحمني يا باشا، انا خدامك. عارفين الاشجار اللي حوالينا دي؟ دي اشجار نادره ونوع غريب جدا، محتاجه لسماد عضوي نادر زيها عشان تعيش وتكبر. النوع ده من الاسمده غالي قوي قوي. رشوان بقى والريس حنفي انا ناوي اخدمهم واخليهم يختموا حياتهم بعمل مفيد وله قيمه. هخليهم السماد العضوي بتاع الاشجار النادره دي. يا سلام يا باشا، يا سلام يا باشا، طول عمرك تحب الاعمال الخيريه. والله ليك الجنه يا باشا، ليك الجنه. ايه رايك عندي؟ عزام خدوهم قدامي. تعال ورايا يا اساس. ارموه. لا لا عليك يا باشا، بلاش الموتة دي. هيوحشني غباك يا رشوان. لا 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 لا